مجلس النواب. مجلس النواب يا سادة يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضريبة على الدخل، وفيه تفصيلات ومن نبي ما تسبق الأحداث وتقفزوا على النتائج، لأن أنت لما تسمع هذا القانون يعني قد تجد فيه شيء من الرحمة. عارف يعني في ناس طول الوقت بتتكلم وفي ناس طول الوقت بتقعد تعيد وتزيد وتحكي، وللأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد ثلاث مرات أهو أصبح كل واحد معدي بجد والله العظيم بيدلي بدلو فيما لا يعرف ولم يدرس ولم يفهم إلى آخره. ومش بس شوية العيال المترمية في لندن وبتاع وحاجات زي كده اللي بيطلعوا على التلفزيون، ده سيبك من دول، دول محروقين خلاص، ده بخ باي باي. المسألة في إنه، وده في رأيي يعني أو في ملاحظتي، الإخوان بدأوا يشتغلوا بوجوه جديدة، مش بس الحسابات الفيك، لا ده بدأوا يطلعوا عيال تانية صغيرين وبتاع، وهتلاقي العيال دي بتطلع على بعض القنوات برضو وما إلى ذلك، وتلاقي فيها كده ملزق شعره وكلام من ده. مهم يعني الناس دي بدأت بتنتهج تكتيك جديد بوجوه جديدة حتى لا تبدو لك إخوانية. أدي كل القصة. فأنت بتتفرج على السوشيال ميديا وانت بتتفرج على تيك توك، سأل عليك النبي ركز بس حبتين في اللي بيتقال، مش عايز منك اكتر من كده. اي جملة تسمعها ولا تشوفها ولا تقراها بعد اذنك اعمل عليها سيرش بسيط، والله ما ياخد منك دقيقة، دقيقة بالمعنى الحرفي، كوبي بيست على جوجل هيطلع لك كل ما هو متعلق عن اللي انت بتسمعه، اقرا بقى براحتك. خليني أخذ معايا على هذا الحديث حول البرلمان تحديدا وموافقته على القانون الجديد المتعلق بالضريبة على الدخل، أستاذ رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله فندم كله بخير. طيب عايزين نعرف ملامح هذا القانون الجديد، ماذا لديكم؟ خلينا يعني نبدأ بأهم وأبرز الملامح القانون اللي يمكن هتهم الناس كلها، وهو رفع حد الإعفاء. فالقانون ده تم رفع حد الإعفاء فيه من 24,000 ل 36,000، وده معناه باختصار إن كان قبل كده اللي بيتقاضى راتب لحد 2000 جنيه ده ما بيدفعش ضريبة، دلوقتي أصبح لحد 3000 جنيه ما بيدفعش أي ضرايب، بل نقدر نقول كمان إن هي أكتر من 3000 جنيه، لأن في لسه التأمينات الاجتماعية كمان الاشتراك بتاعها غير خاضع للضريبه وبيتخصم من الوعاء، ففي حدود 3000 ل 3300 ده ما بيدفعش اي ضرايب حاليا. فتم رفع حد الاعفاء، يمكن ده يكون الخبر اللي يهم معظم الغالبيه العظمى من الناس. بالظبط كده. طيب على الجانب الاخر برضو يمكن خلينا ناخد في الجانب الاخبار الكويسه، ان برضو القانون ده اقر ان هيبقى فيه 5% ديت تخفيض في الضريبة المستحقة للناس اللي هتتعامل بالفاتورة أو بالإيصالات الإلكترونية، ودي لسه لا يزال هيصدر بالقواعد بتاعتها قرار من وزير المالية، وهتحدد بالظبط إيه القواعد اللي يتم اتباعها، فهتساعد الناس إن يتم تخفيض كمان في الضرائب بتاعتهم إلى كمان أكتر من التخفيض اللي تم دوت، لمجرد بس إن هم يستخدموا أو يتعاملوا بالإيصالات الإلكترونية. تم إقرار برضو مكافأة على اللي بيرشد أو بيدل على حالات من حالات التخرب. طبعا الكل عارف ان التخرج ده يعتبر جريمه، بيصنف انه جريمه مقله بالشرف، ففي حاله انك بترشد على حاله من حالات التخرج يستحق لك مكافاه بتصل ل 10% من العقوبات مقابل التاخير المستحق على المتهرب، فدي برضو تم اقرارها في القانون النهارده. يمكن على جانب الاستثمار برضو تم اقرار مجموعه من الحوافز تتعلق بالبورصه، تم بعض الحوافز اللي لها علاقه باعفاء صناديق الاستثمار، تم اعفائها من الضرائب بالكامل. فدي مجموعة من الحاجات الملامح العامة السريعة للقانون اللي يمكن تهم معظم الناس. طيب ده يخليني برضو عشان احنا زي ما كنت بقول ما يهم السواد الاعظم من الناس، احنا اتكلمنا عنه انه حد الاعفاء هيبقى لحد دخل سنوي 36، وطبعا لما بنيجي نضيف مساله التامينات الاجتماعيه فهنلاقي عمليا انه الحد ازيد من كده شويه، لكن مهم قوي برضو ان الناس تعرف يا استاذ رامي على مساله الشرائح بتاعه ضريبه الدخل، ايه هي؟ طيب شرائح ضريبه الدخل يا فندم هي بتتدرج من اول صفر الشريحة الأولى، بعد كده بتفضل اللي هي مشمولة جوه حد الإعفاء اللي هو ال 36، بعد كده بتفضل تتدرج لحد ما توصل لأعلى شريحة اللي تم إقرارها النهارده اللي هي 27.5.
فاحنا عندنا من بعد ال 36 عندنا لحد ال 45,000، دي شريحه خاضعه بس لفئه 2.5%. بعد كده يعني من يليها بعد كده 36، من 36 لحد 45 هتبقى ضريبته 2.5%؟ بالظبط يا فندم. ماشي كمل يا فندم. بعد بعد كده 45، نعم يا فندم، من 45 الى كام الشريحه اللي بعدها؟ بعد كده لحد 60 يا فندم بتبقى 10%. عظيم. بعد كده هو بتبقى يا فندم 15% الشريحه اللي بعديها، اللي هي من 60 لكام؟ اللي هي بتبقى من 60 لحد 100 يا فندم. تمام. بعد كده هو يا فندم بنطلع في شريحه لحد ال 220%، تليها ب 22.5 لحد ال 400. بعد كده هو 25 لحد نوصل لحد لحد 600,000. بعد كده من بعد 600,000 عفوا لحد المليون. بعد كده هو 25%. بعد كده دي تم تعديلها النهارده، كانت لحد المليون تم تعديلها عشان تبقى لحد مليون و200، وفوق المليون و200 27.5. 27.5 فوق مليون و200 المليون ده اللي هو ما يعادل تقريبا 100,000 جنيه دخل 100,000 جنيه شهري. دخل شهري، ما شاء الله، اللهم زيد، اللهم بارك. طيب السؤال برضو معلش هو مجرد سؤال بس كده، يعني هل يدور في بخلد وزارة المالية انها تشتغل على شريحة اخرى، هفترض انها مثلا لو اكتر في السنة مثلا من 5 مليون فحط شرائح تانية؟ انا بسأل السؤال ده ليه، لانه حضرتك ادرى مني بكتير في مسألة الشرائح الضريبية وما الى ذلك على الدخل. احنا في عندنا دول في كل حتة في يعني في حتت كتير في الدنيا، بريطانيا ما هياش مجرد المثل الوحيد، لكن بتصل فيها الشرائح او بالادق الضريبة الى 45%، و45% في بريطانيا دي اللي هو بيتعدى دخله 60,000 استرليني في السنة. لكن أنا هنا أتكلم على مصر، هل بيدور في عقل المالية المصرية أن تضع شرائح أخرى لأصحاب الدخول اللي هي الضخمة بقى؟ والله يا فندم حاليا احنا ما فيش في ديتنا أي زيادة أي شرائح إضافية، ولكن احنا النهاردة ومعالي وزير المالية حتى وعد قدام البرلمان إن هو خلال السنة القادمة ديت هيتوجه للبرلمان للمرة الثانية لرفع حد الاعفاء تاني، عشان برضه نتواكب مع الظروف ونقدر ندعم الشرايح الاقل يا فندم في الدخل. ولكن حاليا واحنا بنتكلم احنا عندنا شريحه الضرايب على الشركات 22.5، واحنا هنا واصلين لحد 27.5، فمفيش نيه ان احنا نبعت اكتر من كده اهوت. فده في الوضع الحالي، ولكن احنا كده وكده بنعيد تاني الهيكله من وقت لاخر، والمفروض ان احنا زي ما وعدنا البرلمان خلال السنه الماليه القادمه ديت هنتوجه بتعديل في الشرايح، وهيكون هدف منه اكثر ما هو رفع سعر الضريبه هو دعم الفئات الاقل دخلا، باللي احنا نزود حد الاعفاء للمره الثانيه. يعني على الاقل يبقى الشريحه الاولى والثانيه والثالثه نرفع الاسقف بتاعه الاعفاءات بتاعتهم شويتين كمان. في الحاله دي وزير الماليه لو نور البرلمان سوف يقابل بتصفيق حاد بس يرفع. اتمنى يا فندم، واحنا وعدنا بكده في البرلمان، وان شاء الله خلال السنة الجاية يا فندم يكون في أخبار تانية جيدة برفع حد الإعفاء. السنة الجاية دي هي السنة المالية اللي هي بقى يعني في شهر 7، اللي هي نهاية السنة. يا فندم اللي هي تبدأ في، أيوه، اللي تنتهي شهر 7 24 خلال كويس. السنة الجاية دي. الحقونا بقى قبل الأجازة البرلمانية عشان الأجازة بتبقى في 8، فالحقونا بدري إن شاء الله. بإذن الله. أشكرك، تحياتي ليك يا سيد رامي، كل الشكر أستاذ رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، والله